واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في التعليم اليوم في تونس الكل غرافيت كل يوم ما فهميش خراج كان ينقصوا في الجرافيت خير على خلي خلي واحد داخل على روح وشنو ترى الحل اكبر تنقيصي يصلحوا المعنى يجيبوا المعدات اللازمه للدراسه وكل شيء وكل حكايه الناقصه هذيك اوكي ميرسي عليك باي شوري التعليم تاع تونس التعليم تاع تونس صراحه لازم يتبدل بالنسبه لي انا خاطر ما عرفش سورتو توا معناتها بون انا خديت باكي 2005 معناتها من تعليم جيلنا نحنا الجيل توا بصراحه برشا حاجات دخلت بعضها اختصاصات ولات تتعطى في عمر صغير فهمت معناتها ملي هما صغار في ساعه يحطوهم يختصوا في حاجه قبل كنا نعرفوا برشا حاجات فهمت معناتها كان التعليم كومان للناس الكل دونك كنا نتعلموا برشا حاجات الناس كل مع بعضنا فهمت توا ولا سيانتيفيك على اج بكري ليتيرير على عمر بكري بالعمل كي يكبروا واحد مع واحد اصلا ما يعرفوش كيفاش يحسن دونك شنو هي من رايك انت الحل باش يتصلح التعليم اليوم انا رايي انه معناتها يرجعوا للمنظومه نتاع قبل مش معناتها يرجعوا معناتها يعصروا في التعليم سواء فما الانترنت توا دخلوا لي لونغ حاجه باهيه اما يرجعوا للتعليم نتاع قبل كيفاش كنا نحسبوا قبل كيفاش كان المات قبل كيفاش كانت هو راهي هي منظومه كامله راه مش كان هي المشكله مش كان في التعليم بالذات حتى من المعلمين حتى الفكر تبدل حتى توا ولا البوفوار تلقاه عند التلميذ مش عند البروف المعلم فهمت قبل كان المعلم يضرب المعلم عنده السلطه تحس توا ولا التلميذ هو اللي عنده السلطه المعلم ولا يخاف من التلميذ عرف يجيب له بو يعمل له عركه ياكل تريحه يطرد يخرج فهمت المديره ولا تعارك في المعلم كيفاش انت معناتها كيفاش انت تعاقب فيه ولا كيفاش تعطي فيه في لا بخلاف كيفاش تعطي فيه في حكايات كيفاش يسموها عقوبات في الدار اكتب هذيك قدش من مره قبل كنا نعملوها وكنا ناكلوا الاعصاب باش نقراو على رواحنا وكل ما شيء توا هذا الكل تنحى ميرسي عليك عايش تعليم ما عادش كيما قبل يا حسرة على تعليم قبل وشهادة والسيزيام تاع قبل هو تعليم توا تعليم ماديات أنا مشيت بحدا وزارة من الوزارات نتاع التعليم في جيرة القصبة فكناها شباب بنات نلقى الناس مساكن يتضاربوا على حليلة ويعطيو في فلوس باش يعطيوهم مندرا شنو باش يقراو ولا باش ياخذوا بلايص خدمة ولا شنية هذا تعليم هذا تعليم ولا يقبضوا في الفلوس وعاملين في التلامذة مساكنات عاملين في التلامذة ماهمش التلامذة هذوما مسكنين قاعدين مقللوا لهم حقوقهم هما عطيهم شدوا الكراسي وهذاك ويتعلم ويخرج قاضي وانت ما تسمعوش وما يخليكش حتى باش تتكلم الناس يحكم ربي هو اي امي انت شنو رايك الحل باش يتصلح هذا كل يلزم يمشيوا للتعليم كما كان قبل لول باللول وثاني بالثاني ويلزمهم يقراوا بالقدام مش يعملوا لهم 20,000 كراسه و 20,000 درشنيه ويقولوا لهم ويعطيوه 18 وقيات لازمها تاخذ 25 ينقص اولادهم هما يقريهم في بلايص حرار وبالمليارات لكن ما همش يهزوا منها شيء 16 متر يهزوا منها تعرفش معناها 16 متر الكفن توا ولا سير ميزيرو اعطيه للشعب وخلي الشعب يخرج يخدم على روحه ويقرا ويتعلم وعلموهم مش واحد مشى لفرنسا خذا تعليم بالكدا ومشى يقرا في فرنسا بعثوا قتلوه هبطوه في ثلاثه قال شنو قتلوا صاحبه لا الناس البجدة تتعديهم اما الناس اللي يعرفوا وجماعه برقيبه ما يتعديهم شيء يعيشك اوكي قول انا تلميذ نقرا في ليسي ابن سينا
وهو المشاكل نتاع واش نزل كان سوير وانت اليوم على مشاكل التعليم في تونس، شنو حسب رايك انت مشاكل نتاع تونس؟ والله ما عادش فماش مشاكل حسب شويه البروفيت مع التلامذه مهمش معناها ما عادش تقرا تيود يمشيو معاك تقراش تيود تلفوك تولي حسابات اخرى حسين. وشنو رايك الحل انت؟ والله الحل بيد الوزاره مش بيدي انا الحل. ما نعرفش انا تنظف منظومه تعليميه هذاك وشنو هي الحل؟ صغرون حسب رايك انت شنو رايك في التعليم في تونس في القرايه في تونس قولك فيه؟ مش نورمال. باهي مش نورمال. انا عسلام سبريك انت شاكل نتاع التعليم في تونس في الابتدائي؟ والله بالنسبه للابتدائي انا بالنسبه معناها اولادي يقراوا في التعليم والله ما ريتش حاجه معناها اللي باش تضر اولادي ولا باش تضرني انا ولا انا يقراوا امورهم واضحه معناها فما حاجات حتى المعلمه كي باش تضربوا ولا في مصلحته هو مش في معناها باش تضربوا حاجه توا كيما المره اللي فاتت والله جاني معاقب خاطر ما قراش دروسه فهمت انا حاجه تفرحني مش حاجه معناها تبكيني ولا حاجه نتخلق منها ولا حاجه بالعكس ولا حبوا باش تضربوا المعلمه ولا تعاقبوا ولا كله معناها منفع لي هو مش والله الماتريال هو سنة ثالثة معناها مازلنا ما وصلناش أمور سانك سانك أنا يقرأ في حلق الويد على خاطر هو فهمت والله أمور واضحة ما عندناش حاجة اللي تقلق معناها على الكبار والله بالنسبة لي أنا الكبار يشوفوا لهم حل متاع الباك يلزم يشوف انا عندي بنتي في الباك تقرا في الباك عندها مشكله 25 هذوما مشكله كبيره بصراحه الحل نتاعها يعملوا قرار به وخليت لهم ذا تقرا وخليت تو بالحق هما راهم من السنه معناها كيما من السنه الاولى الابتدائي يقراوا فهمت كيف ومن بعد يجيوهم في الباك ويقولوا لهم باش على 25 ما يجيش يلزم له سامحني الدي كام اف كام الدي بعد تبسي اف كام باي باي عسلامة دونك حبيت نسألك على مشاكل التعليم في تونس مشاكل التعليم في تونس كبيرة ونتصورها باش تزيد تكبر التعليم سي لو تالون داشيل دون ناسيون لو كان ما يعملوش حوار وطني على التعليم ويشوفوا كيفاش ريستركتوراسيون رانا ما عملنا شيء دونك حسب رايك كيفاش نجم يكون هالحوار الوطني هذا احنا خاطر السؤال كان على الحال دخلت علينا الحال ديريكت دونك كيفاش باش يكون شكون يشارك فيه يشارك فيه كل استاذ يشارك فيه كل مدير مدرسه وكل مربي على خاطر ما عندناش مربيين والتعليم ما يبداش من ميرسي هاي حاضر عبدي نبداو حبيت نسالك على التعليم شنو رايك في التعليم التعليم الجزائري مليح وماشي مليح صح فيه ديفيرونس بين ديفيرونس عبايس فيهم ديفيرونس شوف ديفيرونس علاش عبايس وكاين دولة تاعنا واحدة دولة صعبة علينا الطهور فيها يوم فهمتي نقولوا ونتمنى من رئيس تاعنا يقعد هو هو حسب رايك انا خير تعليم في تونس ولا في الجزائر انا باغ اكزومبل في تونس بريمير بوان جي في تونس مليحه تهضر فينا وانت كي يقولوا بيستلموا وبيشدوا الوزير والحلول شنو الحل في تونس ولا في الجزائر شنو الحل؟ الحل الجزائر
الجزائر وحده وتونس وحده. الحل بيناتهم تونس بالحل في الجزائر. الحل في الجزائر انا مليح. ها؟ الحل في الجزائر انا مليح، الحل تاعنا انا مليح. وتونس مليح عندي. تونس راحت فينا وش نقول؟ حبيت نسألك عن مشاكل التعليم في تونس. والله بالنسبة معناها للقرارات اللي فيهم الجيل نحب نعرف ايش سؤالك هذا. على القرار اي القرار هو تعصب في على الاخر وبرانسيبي اللي تكون اخر حاجة. هو صحيح قرارات باهية لكن مش في اللحظة هذه انت صلح البرنامج صلح الاطار التربوي ومن بعدك اعمل هذا. انت بالعكس انت توك تعملوها كيف باش يزيدوا يعصوا فيه التلميذ باللي فيه. دونك صلح الاستاذة صلح البرنامج وبعدها مش تحب. اسبريك شنو هو الحل باش يتصلح البرنامج باش تصلح الاستاذ؟ الحل انه يكون فما حوار بين التلامذة والاستاذة وزادة بخاطر الموضوع صار في الكوشينة الداخل. مثلا قولي بينا